احمد صلاح حسني على المستوى الانساني عمره راح لدكتور نفساني؟ لا يعني ما روحتش، بس هروح بعد المسلسل هروح. لا لا يعني بص، انا يمكن مريت بظروف نفسيا كانت صعبه شويه، بس يمكن علشان انا منتلي قوي، او انا الرياضه خلتني بني ادم اقوى. يمكن عشان بدات بالرياضه والكوره قويت لي المنتاليتي بتاعتي شويه، خلتني عارف انه اي كبوه او اي حاجه بتحصل لك علاجها الهارد ورك، او تشتغل. يعني حاسس ان انت، يعني انت عالجت نفسك بطريقه بس فكرت تروح. هقول لحضرتك حاجه، انا بعد ما قعدت مع الدكاتره لقيت ان انا فعلا عالجت نفسي بنفسي، لان هو اول حاجه بيقولها لك انا مش هعمل لك حاجه، ده يعني انا مش ساحر، مش هعمل لك حاجه. يعني لازم يبقى عندك انت الويل ان انت تطلع من الكبوه اللي انت فيها دي، ولازم تبقى منتلي قوي. يعني قصص كتيره يعني.